السلام عليكم لعمل سن مربع كما موضح بهذا الشكل. يعني أنا عندي السن المربع، عرض السن شو يساوي لنا؟ يساوي لنا نص الخطوة، عمق السن يساوي لنا نص الخطوة. المسافة هذه هنا هاي أضلاع تصير متساوية، هاي الأضلاع هنا الزاوية تصير 90 درجة. فإذا أنا أريد أبدي أشتغل سن، إذا أنا عندي خطوة رقم 6، شو راح أشتغل سن خطوة رقم 6؟ أول شيء إذا عندي خطوة رقم 6 هنا أنا حادة القلم بثلاثة مليم، حديته 3 مليم. ليش؟ لأن قلنا عرض السن هذا من هنا يساوي لنا نص الخطوة. فإذا أنا حديته 3 مليم، أبدي هسه راح أشتغل. أول شيء حثبت القطعة مالتي من جهة بالعينة والجهة الأخرى بالغراب المتحرك. هذه القطعة مهيئة لعمل سن. شو سوينا؟ قللنا السرعة مالتنا، سرعة خليناها راح نقللها بهالشكل هذا، حنخليها سرعة 58. نجي على الدشالي الموجود هنا اللي ورا، احنا راح نسويها هذا الترتيب. يعني اني لازم اخذ خطوة 6 مليم، فوين خطوة رقم 6؟ اجي هنا، هذه خطوة رقم 6 مكتوب يمها PS6W. اجي اني على البي اي بي، هذا الاس هذا الدبليو، وهنا على رقم 7، مو 7 7. فاذا بي اس دبليو وهنا رقم 7. هسه هيئه الماكينه لعمل سن. انا شلون راح ابدي اشتغل؟ اول شيء لازم اصفر القطعه، اشغل الماكينه اللي جوا التشغيل وابدي عمليه التصفير. طبعا هنا انا احركها بالشكل، فهذه عندي لازم عمود اللولب وعمود السحب او الجر اثنيناتهم يتحركون. فباعوا شويه ابدي احركه بهالشكل هذا، وهنا هذه على 7. هسه اثنيناتهم يتحركوا، عمود السحب او الجر وعمود اللولب، اصبحت الماكينه متهيئه لعمل سن. اول ما ابدي اسوي ملامسه، هاي ملامسه، ابدي اصفر واخذ 20 20. هاي صفرت، هسه هاي التصوير مالتي، راح اخذ 20 20، هذا الصفر هنا، هاي ال20. هسه ابدي بالحركه، حركه اللولبيه. هنا ايش راح اسوي؟ ارفع يده الماكينه لعمل سن مربع، فرفعتها بهالشكل، راح يبدي ياخذ القطع السن المربع مالتي. مثل ما لاحظنا احنا هسه سوينا الدشاري الموجودة عندنا، هذه الدشاري طلع سن ناعم. ليش؟ لان احنا اخذنا هذا الشكل، احنا المفروض ناخذ هذا الشكل مع الدشاري، كانت موجودة بهالشكل هذا. وين تبين هذه الدشاري الموجودة عندنا؟ هسه حولناها من هذا الشكل الى هذا الشكل على مود ناخذ 6 بي اس 6 دبليو. فهنا هذا اخليها على 6، اخذتها على 6، والدشاري هاي حولناها، هاي 44. ما جهزنا الماكينة هسه راح ابلش بشغل السن. طبعا ايش قد السن عندي؟ 6 6. فهنا أنا اصفر، اخذت الخطوة رقم 6، فراح ابدي اصفر ثاني. هسه ورا التصفير راح اخذ 20 20. بدينا 20 20، فراح ارفع يدة العتلة الموجودة عندي بهالشكل هذا، وابدي بالحركة اللولبية كما موضح بهذا الشكل. اطفي، اوصل لهنا، افر دورة كاملة علي. هسه راح اسحبه لي فوق وابدي اشتغل. اوصل لهنا على نفس القطع، راح ابدي اخذ، احنا اخذنا دورة كاملة نقدمها، هاي 20 راح تصير 14. فإذا ال 14 أشغل الماكينة، راح يكون القطع على نفس المكان، وأستمر بهالشكل هذا، أسحبه علي دورة كاملة من 14، أبدي أشغل لي فوق وابدي بالحركه، اطفي لهنا، اوصل اطفي وابدي اشغل، اقدمه دوره كامله، اقدمه من 14 صار 16 لهنا، ابدي اشغل ياخذ نفس القطع.
مربعه نفس الشيء. هسه بدنا نشتغل صار 18 عندنا. طبعا ايش قد راح يصير هنا؟ احنا قلنا المفروض يصير العمق نص خطوه السن، نص الخطوه، يعني اذا 6 ايش قد يكون العمق؟ 3، لان سن مربع. فحنشتغل بهالشكل هذا الى ان نوصل للعمق المطلوب. وبهذا الشكل احنا راح نضل نستمر بهذا الشكل. هسه نرفعه نفس الحركه الى ان يكون العمق 3 مليم. ليش 3 مليم؟ يعني احنا من الجهتين هو اصلا ده ياخذ 6، يعني احنا مو عندنا جهتين نص المسافه، هو اصلا ده ياخذ نفس الخطوه فيصير 6. أنا متقصدة ألونه باللون الأحمر على مود أروي شكل السن شلون يكون بالنتيجة النهائية. المرحلة النهائية وصل لـ3. طبعا أنا بالمرحلة النهائية ايش راح اسوي؟ فد 4 مرات 5 اعيده حتى اعرف أنا شغلي يصير صحيح. يعني هسه احنا هنا باعوا واصل هي مرحلة 3، أنا ما حاطفي اليد مال الاسنان، لا ايش راح اسوي؟ فد 4 مرات ارجع على نفس المسافة. فهسه راح ارجع أنا فد 4 مرات على نفس المكان او 5 مرات. ليش؟ لان هنا ما عندي لا كاغت جام ولا عندي تنظيف مي ببرد. فاني بهالطريقة حرجع هسه باعوا، شوفوا شلون الرجعة مالتي حصير هنا بهالشكل هذا الرجعة مالتي، بس على مود يتنظف السن فقط. وبهالنتيجة اكون خلصت مرحلة عمل سن مربع، وشكرا.